زميلنا حمد النبهان ايضا عنده ضيف مسجد الدولة الكبير وهو معنا على الهواء. حمد الهواء معك. ردينا لكم مجددا مشاهدينا الكرام من المسجد الكبير من تلقي عزاء جامع الإمام الصادق عليه السلام. ومعي أيضا الآن من البحرين سيد رضي الموسوي أمين عام جمعية وعد من البحرين. بداية سيد يعني نقول لك عظم الله لكم الأجر. عظم الله الأجر لكم ولا أسر الضحايا وأسر الشهداء الذين سقطوا وهم سجودا بفعل إرهابي تكفيري يراد منه تفتيت الوحدة واللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي الواحد. وأعتقد أن ردود الفعل الأولية بمجيء صاحب السمو أمير البلاد في أقل من ساعة إلى هذا إلى مكان الجريمة ومواساة لأسر الشهداء، أعتقد أنه خير رسالة لمواجهة هذا الإرهاب التكفيري. ونعتقد أنه لابد من تمتين الوحدة الوطنية الداخلية بين أبناء الشعب الكويتي بين أبناء الشعوب في منطقة الخليج التي نعتقد أنه من الضرورة بمكان أن تؤسس إلى حالة متقدمة في مواجهة هذا الإرهاب. نحن نعتقد بأنه ما ضرب الكويت اليوم ضرب المملكة العربية السعودية قبل عدة أسابيع وهو يهدد كل المنطقة. الإرهاب لا يفرق بين سني وشيعي وبين مسلم أو غير مسلم، ففي اليوم الذي ضرب فيه الكويت ضرب في تونس وضرب في فرنسا وهو يواصل إرهابه اللا إنساني الذي أعتقد أنه انتزعت منه كل مفاصل وكل أدوات الإنسانية من قلوب محرضيه. المطلوب اليوم وقف المحرضين على هذا الإرهاب وليس فقط القتلة أو الذين يفجرون أنفسهم بين المصلين. شكرا لك. شكرا. سأعود إن شاء الله إليكم مشاهدينا وأيضا الأخوان في الاستديو ولكن بعد لحظات قصيرة أيضا إن شاء الله.